صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده برنامجكم صباح دريم. النهارده يوم الثلاثاء 18 اغسطس 2015 9:30 صباحا بتوقيت القاهره. ان شاء الله يا رب يكون يوم سعيد علينا كلنا. فقراتنا النهارده متعدده ومختلفه الحقيقه. في فقرتنا الاولى هيكون معانا ضيوفنا كابتن احمد الهيثم مدرب كمال الاجسام، ودكتور حسين زهني استشاري التغذيه، هيقولوا لنا ازاي نحافظ على جسمنا. كمان فقرتنا الرئيسيه الثانيه هيكون معانا فيها دكتور شادي اسماعيل اخصائي جراحه التجميل، وهنتكلم عن كل ما يخص جراحات التجميل. وطبعا مستنيين استفسارات حضراتكم على صفحتنا على فيسبوك او على ارقام تليفوناتنا. فقرتنا الثالثه والاخيره هيكون معانا الشاعر الصغير ساجد محمد عبد الفتاح، وهيلقي لنا مجموعه من اشعاره. بفكر حضراتكم بطرق التواصل معانا على صفحتنا على فيسبوك وعلى ارقام التليفونات، كمان على SMS 911-72 هنكتب اس سبيس والمسج اللي احنا عايزينها. الاخبار المحليه بعد الفاصل، خليكم معانا. نبتدي أخبارنا المحلية من موقع أصوات مصرية. والرئاسة السيسي يصدق على قانون مكافحة الإرهاب. قال سفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق مساء الأحد على قانون مكافحة الإرهاب على أن يبدأ العمل به من تاريخه. وينص القانون على تخصيص دوائر في محاكم الجنايات لنظر قضايا الإرهاب، ويعاقب الإعدام على 12 جريمة إرهابية يترتب عليها قتل أشخاص والإضرار بالوطن، بالإضافة لعقوبات أخرى غير السجن مثل الإبعاد عن مصر للأجنبي وتحديد الإقامة ومنع استخدام وسائل اتصالات معينة، ويعاقب بالغرامة والعقوبات التأديبية من ينشر معلومات أو بيانات عن العمليات الإرهابية بالمخالفة للبيانات الرسمية. تعالوا نروح لجريدة الشروق وتشييع جنازة والدة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أعلنت رئاسة الجمهورية رسميا وفاة السيدة والدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ساعات مبكرة من صباح أمس. وذكرت رئاسة الجمهورية خلال بيان لها أن العزاء سيقتصر فقط على أسرة الفقيدة، وجهت الرئاسة كل التحية والتقدير للمشاعر الطيبة من جموع المصريين. وتهيب رئاسة الجمهورية بالجهات والأفراد الذين يريدون تقديم العزاء عن طريق الإعلانات بالصحف التبرع بقيمة هذه الإعلانات لصندوق تحيا مصر. نروح لموقع فيتو وقلاش منع الأخرس من دخول النقابة، ومطالبة وأيضا ومطالبة صلاح بالتحقيق معها. أكد يحيى قلاش نقيب الصحفيين أن النقابة أصدرت قرارا إداريا بمنع دخول أماني الأخرس مصورة الفيديو باليوم السابع من دخول مبنى النقابة، وذلك بعد تقدم عدد من الزملاء بشكوى بشأن تورطها في الإبلاغ عن مصور التحرير أحمد رمضان. وقال قلاش في تصريح لفيتو أنه أرسل إلى خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع خطابا ليتولى إجراء تحقيق مع المصورة الصحفية بشأن الواقع وإبلاغه بنتائج هذا التحقيق. نروح لليوم السابع وإبطال مفعول قنبلة زرعها مجهولون في منطقة الناصرية في أسوان. نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسوان أمس من تفكيك قنبلة محلية الصنع زرعها مجهولون بمنطقة الناصرية. كان العميد أشرف عتريس مدير إدارة الحماية المدنية بأسوان قد تلقى بلاغا بالعثور على جسم غريب بمنطقة الناصرية، وبالانتقال للفحص تبين أن هذا الجسم الغريب عبارة عن قنبلة محلية الصنع، ونجح خبراء المفرقعات في التعامل معها وإبطال مفعول القنبلة، وذلك في اتخاذ واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الواقعة. تعالوا نروح لأخبار الرياضة. وفيريرا جددت عقدي مع الزمالك بناء على طلب الجماهير. قال المدير الفني لنادي الزمالك البرتغالي جينسو فيريرا أنه بعد
نهاية عقده كان يفكر في الرحيل بسبب بعض الظروف الخاصة، لكن ملامسه من جدية مجلس إدارة النادي في بقائه ورغبة الجماهير دفعه لتجديد العقد فورا. أكد فيريرا أنه لم يحدث أي خلافات بشأن تجديد العقد وعلى المجلس كما ادعى البعض وبعض وسائل الإعلام التي لا يتابعها من الأساس، وهناك احترام متبادل بينه وبين المجلس. وقال: لو لم أجد العوامل الناجحة لما جددت من الأساس، لكنني أتعامل مع رئيس نادي قوي من أفضل الشخصيات التي رأيتها طوال مشواري الكروي. من موقع مبتدأ السقا: زيارة الهضبة للساحل أسعدت الناس. شكر الفنان أحمد السقا زميله الفنان عمرو دياب على تواجده بالساحل الشمالي وقضاء وقت وسط أصدقائه، وكتب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: صباح الخير، وبشكر زميلي الفنان عمرو دياب اللي أسعدت زيارته ناس كتير وعائلات كتير قوي. كان عمرو دياب قد تواجد بمراسي بالساحل الشمالي مؤخرا وسط مجموعة كبيرة من أصدقائه الفنانين، منهم أحمد السقا وأحمد عز وأحمد رزق ومحمد عادل إمام ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وظهر بعضهم بملابس البحر مع عمرو دياب داخل حمام السباحة، وقام عدد كبير من جمهوره بالتقاط الصور معاه ونشرها عبر صفحتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ساعات من الحفل اللي أحياه عمرو دياب في جولف بورتو مارينا يوم الجمعة اللي فاتت. ده كان آخر خبر معانا في الأخبار المحلية. الأخبار العالمية بعد الفاصل، مشاهدينا خليكم معانا. أول خبر معانا في الصحافة العالمية من نيويورك تايمز: والإدارة الأمريكية تحذر بكين بشأن وجود عملاء سريين في الولايات المتحدة. ذكرت نيويورك تايمز أن الإدارة الأمريكية بعثت تحذيرا لبكين بشأن وجود عملاء تابعين للحكومة الصينية يعملون سرا على الأراضي الأمريكية للضغط على مغتربين بارزين، بعضهم مطلوبين في الصين بتهم فساد للعودة إلى الصين فورا. وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن عملاء إنفاذ القانون الصينيين الذين يعملون سرا داخل الولايات المتحدة هم جزء من حملة عالمية تقودها بكين لتعقب وإعادة الصينيين الهاربين في بعض الحالات، أيضا استعادة المكاسب المزعومة غير المشروعة. وأشاروا إلى أن هذه الجهود يطلق عليها عملية صيد الثعلب. التحذير الأمريكي الذي تم تسليمه لمسؤولين صينيين في الأسابيع الأخيرة الماضية وطلب بحل هذه الأنشطة يعكس تصاعد الغضب في واشنطن حيال تكتيكات الترهيب التي يستخدمها عملاء بكين، كما أنه يأتي في وقت تتزايد فيه التوترات بين واشنطن وبكين حول عدد من القضايا، بدءا من الهجمات الإلكترونية التي نجمت عن سرقة ملايين من ملفات موظفي الحكومة الأمريكية، والتي تعتقد إدارة أوباما أنها على صلة مباشرة بالصين، حتى قمع الحريات المدنية وأخيرا انخفاض قيمة اليوان. وتشير نيويورك تايمز إلى أن مثل هذه التوترات من المتوقع أن تعقد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن الشهر المقبل. تعالوا نروح لجريدة جارديان: والمرشح الجمهوري المحتمل للانتخابات الأمريكية مايك هاكابي يزور إسرائيل قريبا. هاكابي يتجه لإسرائيل لمناقشة الاتفاق النووي مع إيران ويحذر من الثقة بها. قالت الصحيفة أن مايك هاكابي المرشح الجمهوري المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة سيقوم بزيارة إسرائيل الأسبوع المقبل، بعدما أدلى بتصريح مثير للجدل قال فيه أن الرئيس أوباما يسوق الإسرائيليين للأفران بعقده الاتفاق النووي مع إيران. ونقلت الصحيفة تصريحات لهاكابي في مقابلة أجراها مع قناة CNN أن قال فيها: لا يمكن الوثوق بالنظام الإيراني، فنحن يتم دفعنا لعقد صفقة لا نحصل منها على شيء، بينما نعطي الإيرانيين الفرصة في الوصول في النهاية لتصنيع السلاح النووي، وهو جنون حقيقي. ولفتت الصحيفة إلى أن المتحدثة باسم هاكابي قالت أنه سيتجه إلى إسرائيل اليوم الثلاثاء، لكنها رفضت التأكيد ما إذا كان سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو، والذي يعتبر أن الاتفاق النووي مع إيران يمثل تهديدا وجوديا لبلاده. قالت الصحيفة كمان أن نقطتي الاتفاق النووي مع إيران والعلاقات الوثيقة مع إسرائيل يحظيان باهتمام المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المنتظرة العام المقبل، سواء من الجانب الجمهوري أو الديمقراطي. تعالوا نروح لآخر خبر معنا في الأخبار العالمية من هارتس الإسرائيلية.
الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات واسعة تحاكي اجتياح سوريا. ذكرت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يجري تدريبا عسكريا واسع النطاق في هضبة الجولان الأسبوع الماضي يحاكي اجتياحا بريا داخل الأراضي السورية بادعاء الرد على هجمات صاروخية مكثفة من الأراضي السورية باتجاه الجولان المحتل تنفذها تنظيمات جهادية متطرفة. وفي السياق نفسه قالت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي مساء الأحد أن هذه التدريبات والسيناريو الذي يحاكي يأتي أعقاب تصاعد قوة جهات إسلامية متطرفة في سوريا، وعلى ضوء تقديرات بأن الهدوء عند خط وقف إطلاق النار في الجولان قابل للتغيير في أي لحظة. فيما أشارت هارتس إلى أن هذه التقديرات الإسرائيلية ليست جديدة وكررها مسؤولين عسكريين وسياسيين مرارا في السنوات الأخيرة. تعالوا نروح بقى لتقريرنا المروري ونشوف أخبار المرور إيه النهاردة. التلات معانا على الهاتف سيادة العقيد مصطفى إبراهيم مدير غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، صباح النور وتحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. صباح الخير. أهلا بيك يا فندم، أخبار الطرق إيه النهاردة؟ والله يعني احنا دايما في غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور احنا بنهتم بكل ما ينشر عن المرور. يمكن احنا في خبر على المواقع الإلكترونية بيشير إلى وقوع حادث تصادم على كوبري أكتوبر وإن في تكدس مروري وإن الحالة متوقفة وهذا أو شيء من هذا القبيل يعني. وطبعا حقيقة الموضوع إحنا كان في عندنا حادث فعلا على كوبري أكتوبر، ولا يخفى على أحد طبعا أهمية محور كوبري أكتوبر كمحور مروري هام بينقل حركة المرور من القاهرة إلى الجيزة والعكس. يمكن حادث كان في ساعة متأخرة من ليلة أمس ما بعد الساعة 1 صباحا خلف مصلحة الأحوال المدنية تحديدا للقادم من مناطق مصر الجيزة ومدينة نصر في اتجاه رمسيس وميدان الشهيد والتحرير. تمام. في إطار انقلاب سيارة انقلبت في الاتجاه الآخر اصطدمت بسيارة أخرى، وللأسف أسفر الحادث عن حالتين وفاة. طبعا خلص عزائنا لأهليهم، وطبعا انتقل هناك ضباط الإدارة العامة لمرور القاهرة وزملائنا في الإدارة العامة لمرور القاهرة وتم تجميع. ده الحادث كان في الأساس يا فندم بسبب انفجار الإطار مش كده؟ بالضبط بالضبط. لكن زملائنا في الإدارة العامة لمرور القاهرة انتقلوا وتم رفع آثار الحادث وتجنيبه وتجنيب آثاره، والحالة المرورية حاليا على كوبري أكتوبر تعمل بشكل جيد في الاتجاه. يمكن احنا برضو هناخد من الحادث ده احنا يمكن احنا في ظل هذا الطقس الغير مسبوق او الغير معتاد عليه من المصريين، يعني اول مرة يبقى في هذا الطقس من ارتفاع درجات الحرارة ويبقى في حالات وفاة. احنا دايما بنأكد على حاجتين، على إطارات السيارات وعلى دورة التبريد. الحر والنفور ونقصة الرطوبة وخلافه خلي السادة المواطنين ما يهتموش، ما يضطرش انه يتوقف وسط الرحلة المرورية لاطمئنان على دورة التبريد وعلى الإطارات. التكييف بيشتغل على أقصى درجة بصورة مستمرة بدرجة كبيرة وقت طويل، فبيحصل طبعا في تلف في دورة التبريد وبيحصل في أعطال. دايما احنا دايما كمان بنقول لإخواتنا وأهلنا اللي بيتابعونا اللي جايين من محافظات الصعيد البعيدة اللي جايين في رحلات مرورية طويلة، الرحلة اللي طولها أكتر من 500 كيلو أكتر من 500 كيلو، دايما إحنا من بعد نص الرحلة المرورية كده نبدأ نطمن على الإطار. الوقت اللي هو من الساعة 12 كده لغاية الساعة 5 يفضل إن إحنا ما نمشيش بقدر الإمكان لو نقدر نلغي، لأن طبعا معظم الرصد الحالات الانفجار الإطارات بتبقى دايما حوادث فردية وبتبقى في نهايات الرحلات المرورية. دي نصايح احنا بنقولها، يعني احنا متابعين مع الأصحاب وحضراتكم ومشاهدين الكرام متابعين. توقع ان هذه الموجة قد تنخفض قد تزيد في مدة. دي نصايح دايما احنا بنقولها لمستخدمي الطرق السريعة تحديدا. لو انت حضرتك مش متأكد من دورة التبريد لو قلنا لا تطلع كوبري ولا تنزل نفق خليك في المسطحات الأرضية بالزبط. عشان ما تسببش فيه كثافات مرورية. احنا لكن الحاله المريه بوضع عام، يمكن احنا حاله ارتفاع درجات الحراره بتخلي الرحلات المريه اللي جايه من المحافظات تبدا بدري. رحلات مريه الناس بتصلي الفجر وتطلع بعد صلاه الفجر مباشره. عندنا من الساعه 6 ونص كده بيبقى في رحلات مريه على حضرتك سامعاني كويس؟ ايوه يا فندم سامعاك اتفضل. طب يبقى طبعا الرحلات المريه بتبدا بدري بالمحافظات، بتوصل المنطقه المركزيه بدري، بتوصل القاهره بدري، بتؤدي الى ان ساعات الذروه الصباحيه بتخلص بدري شويه. حاليا ليس لنا اي تاثير او اي معوقات في حركه المرور. تمام. المحاكمه اللي بتقام في محيط اكاديميه الشرطه للاجراءات التامينيه والمروريه في جانب والسيوله المروريه في جانب اخر ليس لها اي تاثير على الحركه المروريه. حاجه بس اخيره استاذن حضرتك، احنا طبعا الاداره العامه للمرور وضباط المرور على مستوى الجمهوريه وزاره الداخليه بالكامل بتنعي زميلنا الشهيد العقيد هشام عز العرب رئيس وحده مرور نزهه اللي استشهد امس
متأثرا بإصابته في حادث الانفجار اللي كان في ميدان المحكمة في مصر الجديدة، شهيد بطل جديد بيضاف إلى قائمة أبطالنا رحمة الله عليه، وربنا يصبر أهله ويحتسبه عند ربنا الشهيد إن شاء الله. إن شاء الله خالص أعزائنا بالصوت الكريم، ونتمنى وصول جميع الرحلات المريعة بخير وسلام إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التقرير المروري المفصل. سيادة العقيد مصطفى إبراهيم مدير غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، مرة تانية وكل يوم هنقول لكم يا ريت يا جماعة نتأكد فعلا من الإطارات، ونحاول إن احنا يعني نشوف العربية لو غير صالحة إن احنا نمشي بيها يا ريت ناخد بالنا كويس جدا عشان ما يحصلش الحوادث المؤلمة اللي احنا بنشوفها كل يوم على الطرق. استنونا بعد الفاصل وفقرتنا الرئيسية الأولى. أهلا بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا، وده معايات فقرتنا الرئيسية الأولى. الحقيقة في الفترة الأخيرة ابتدى يظهر على الساحة مواهب كتير جدا ومختلفة جدا ومميزة جدا، منها الحقيقة موهبتنا الفريدة اللي معانا النهاردة، الشاعر الصغير ساجد عبد الفتاح. الحقيقة ساجد لما ألقى شعر أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في ندوة تثقيفية 19 اللي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية، كان ألقى الشعر ده بشكل مميز جدا وملفت جدا للانتباه، وهنعرف طبعا تفاصيل هذا الموضوع منه. ساجد ازيك؟ صباح الخير عليك. صباح النور. تصحي بدري معلش، ولا انت اصلا بتصحى بدري؟ لا عادي يعني. عادي. طيب قولي بقى انت عندك كم سنة؟ انا عندي 6 سنين ونص. 6 سنين ونص. طب اشمعنى الشعر اللي انت بتحبه قوي كده لدرجة ان انت بتحفظه؟ عشان الشعر يعني في ناس بيشجعوني. مين؟ يعني مامتي وبرده المدرسه، يعني اللي هو مستر، يعني بس انا يعني بشكر المدرسه اللي هو مستر نصر سلامه مدير المدرسه. نشكر مامتك برده. هي الاساس يعني. تمام. وبرده بشكر مستر محمد مدير الكيجي. وبشكر مستر وليد وكيل المدرسه. طيب هقول لك حاجه، مين اول واحد اكتشف ان انت بتقول شعر؟ وبرضو بشكر شاعر عبد الله حسن. طيب مين اكتر حد اول واحد اكتشف ان انت بتقول شعر؟ يعني مامتي. مامتك. تمام. اول ما اكتشفت الموضوع ده كنت انت يعني سنك قد ايه؟ كان انا عندي 4 سنين ونص. ايه اللي لفت انتباهك في الشعر؟ حسيت انت بتحبه ليه؟ عشان في ناس كل شويه بيشجع يعني. لا انت حسيت ان انت بتحبه ليه؟ يعني ليه ما حبيتش مثلا الغنى؟ ليه ما حبيتش التمثيل؟ ليه ما حبيتش الكوره؟ ما عشان الشعر. يعني انا ساعتها ببقى مشهور بقى وكده، فانا ببقى مبسوط. انت عايز تبقى مشهور. تمام، برافو عليك. طيب انت بتحب تقول شعر بس، ولا بتحب نفسك بعد فتره تكتب بقى شعر زي الشعراء الكبار بتوع؟ لا بصراحه برضو كان نفسي اكتب شعر. نفسك تكتب شعر، بتحاول ولا لسه؟ والله العظيم تلاتة. انا مره كتبت بس لقيته مش شعر. امال لقيته ايه؟ انا لقيته كلام كده. كلام كده بس اوعى ترميه. لا خليه برضه. طيب وريت الكلام اللي انت كتبته ده لحد؟ لا. ليه؟ مامتي وبابايا بس. مامتك قالوا لك ايه؟ قالوا لي حلو يعني. قالوا لك حلو. كلام كويس. طيب قول لي بقى، احكي لي ايه اللي حصل في الندوه التثقيفيه اللي انت كنت حاضرها وقلت الشعر قدام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ يعني انا بصراحه انا كنت بقولها يعني بصراحه قصيده، ما كنتش شايف خالص. انا كنت مبسوط جدا ان انا كان بقالي سنين كنت عايزه اشوفه. بقالك سنين؟
يعني عايزه اشوفه من زمان. تمام. ولما شفته بقى ايه اللي حصل؟ لما شفته بصراحه كنت مبسوط جدا، وقلت يعني بصراحه يعني انا بحب قصيده العامه يمنى اكتر، بس ايه لما انا قلتها قدام الريس حبيتها زياده. حبيتها زياده. تمام. انت بتقول شعر الابنودي، تمام. انت ليه بتحب الابنودي؟ يعني الابنودي طبعا شاعر كبير جدا، وهو لو على فكره لو كان عايش كان اتبسط بيك جدا جدا. قول لي بقى اشمعنى الابنودي؟ عشان يعني شعر عبد الرحمن الابنودي هو بيقولها يعني بالصعيدي. وانا بصراحه انا يعني بحب الكلام الصعيدي ده، فايه بتعرف تتكلم صعيدي كويس؟ فشعر مميز. بتعرف تتكلم صعيدي كويس؟ طبعا. اتعلمته فين؟ والله مسلسلات ولا ايه؟ الحقيقة. شفت انا عارفة ازاي؟ طيب بص يا ساجد، رد فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي لما انت قلت الشعر هو كان مبسوط بيك جدا، انت كان احساسك ايه بقى هو رايح يسلم عليك وكده؟ يعني بصراحة كان احساسي ان انا يعني كنت مبسوط جدا. قال لك ايه؟ قال لي برافو عليك يا ساجد، وانبسط مني جدا وبص راسي. تمام. كنت مبسوط بقى جدا. وانت رديت قلت له ايه؟ يعني هو انا ما سمعتوش، بس عشان كانوا بيسقفوا بس. لكن انا ما سمعتوش. طيب عايزينك تقول لنا حاجه بقى، يعني نسمع حاجه للابنودي. انا شخصيا بحب الابنودي جدا، حاجات بقى كده صغننه عشان نسمع على قد ما نقدر. بتاعت قناه السويس. يا ريت. عيني عليكي يا امي يا طيبه، قلبي معاكي من بعيد يا حبيبه، رغم الوجع في قلبي حاسس ضحكتك، ومن بعيد شايفك بدت ولدي جديدة من جديد، وبحسدك ده شجى الألوف اللي الضنا غيبها لأجل ميتك، تمشي تغني وتنحني على ضفتك، بكلمك يما أنا ميتك، اللي مشي من البحر ده للبحر ده محني عليكي بيفحتك، لا الدمع تنزل من عيني في الهجير ولا من اسى كان فيا ضحكه تندحك، جيوش من الشياطين صعيده وفلاحين متسلحين بالكواريك وبالفسان، لكنهم متجيدين في دفاتر السلطه وعيون المخبرين، الجلادين المجرمين جلعونا من أراضينا وبيوتنا بيقتلنا الحنين، بصي معاي أهي لسه رجلي فيها طين، بعني ميت من سنين ومن سنين، معرفت مت ساعتها لحساب مين، لا قالولنا حاجة عن الوطن غير الخواجة اللي رطم، وضرب بكرباجي يا أمي شمال يمين، بكلمك انا حبيبك انا شهيدك ميتك، اللي فتح باب الطريق لميتك، الميه دي دمي انا، وتغير الكون يا الكنال، وبتفحطولي شقيقه تانيه بعرق وجهد وجدعنه مصر الرجال نفس الرجال، لكن لا سخره وكرابيك ولا حبال ولا رب أسرة ما تشوفوش تاني العيال، ولا أجنبي بيشتم كأنه في بيت أبوه، معرفنا يومها منين جابوه، لكني شايفكوا النهاردة بتفحطوا ومتبسمين، كأني عارف ده ابني مين وده ابني مين وده ابني مين، وده جاي منين وده جاي منين، أبطال مصاحبين النضال وبتجلدوا ظهر الرمال، مش ظهرنا اللي هرو زمان الجلادين، تاني بتفحطوا القنال بالجرارات والحفارات والكركات، رجال تشيل بحر الرمال، انا بذكركم انتوا الحضور واحنا الغياب، انتوا التلامذة لا مؤاخذة احنا الكتاب، حبوها حبوها لكن جد للحب والعياد، افتكروا جداد كل شجوها، وافتكروا الشهداء طلعوا يحموها وماتوا وفاتوها، ليكم عشان ما تكملوا المشوار، لاجل الظلام
ما يخاف يعود تاني لبلاد بيحرسها النهار. برافو عليك يا ساجد. انت عارف القصه بتاع قناة السويس صح؟ ايه حكوها لك. انا حاسه ان انت فاهم الكلام اللي انت بتقوله كويس قوي، وعارف التاريخ وعارف ايه اللي حصل زمان وايه اللي حصل النهارده. ايه اللي عجبك بقى في القصيده دي؟ القصه دي عجبك في ايه بتاعت قناه السويس؟ يعني بصراحه يعني ايه يعني عشان قناه السويس دي يعني هي بتجيب لمصر يعني فلوس اكتر. شفت الناس اللي اشتغلوا في القناه وشفت اللي حصل وشفت الافتتاح اللي حصل بعد يعني اتفرجت على الحاجات دي كلها وكنت متابع صح؟ ايه رايك بقى؟ والله كانت حاجه والله العظيم بتاعتها جميله. طيب قول لي بقى، انت بتقول شعر الأبنودي بس ولا في شعراء تانيين؟ لا في شعراء تانيين. شعر عبد الله حسن. وفي شعر جمال بخيت. وفي شعر هشام الجخ. تمام. انت مين اللي انت نفسك تبقى زيه يعني في الشعراء؟ الشعر عبد الرحمن الأبنودي. عبد الرحمن الأبنودي مؤثر فيك جدا. عبد الرحمن انت بتحبه عشان طريقه كلامه الحلوه البسيطه دي، ولا بتحبه عشان الكلام بتاعه، ولا بتحبه عشان ايه؟ انا بحبه عشان الكلام بتاعه. كلامه يعني هو فعلا الأبنودي مدرسه، يعني بيقول كلام من القلب بيوصل للقلب لدرجه ان طفل عمره 6 سنين بيقول الكلام بالانفعال ده. طيب قول لي بقى، انت بتحب ايه تاني؟ يعني تحب تعمل ايه تاني غير الشعر؟ يعني ايه مثلا؟ يعني بتحب في حاجه تانية؟ تحب الكوره مثلا؟ بس انا الحقيقه لسه يعني ما اشتركتش في اي نادي. لا مش مهم نادي. تشترك في نادي، بتشجع الاهلي ولا الزمالك ولا بتعمل ايه؟ الاهلي. الاهلي؟ تمام. انا اهلاوي. انت اهلاوي، برافو عليك. بتحب ايه تاني؟ بتحب التمثيل؟ بتحب؟ انا بحب التمثيل برضو جدا. بس انا لسه يعني ما اشتركتش. لسه ما اشتركتش، بس انت ناوي تعمل ايه؟ يعني اعمل ايه يعني؟ يعني عايز تشترك في التمثيل، ولا عايز تشترك في نادي تلعب كوره مع الشعر طبعا، وانت هتفضل اكيد شعر، ولا عايز تكمل شعر بس؟ انا الحقيقه نفسك تتعلم تكتب شعر. امثل وابقى شعر برضه. تمثل وايه؟ وابقى شعر. تمثل وتبقى شاعر. تمام. تعمل ايه في المدرسه؟ تمام ولا تمام؟ تمام. طيب ساجد، انا للاسف وقتي بيخلص، بس عايزاك تختم لنا انا عارفه ان انت عندك حاجات كتير قوي، بس اكيد هتبقى معانا تاني. انا مبسوطه بيك جدا وفخوره بيك جدا، وعايزاك بقى تقولي حاجه دلوقتي كده على ذوقك. تقولي ايه؟ هقول قصيده للشاعر جمال بخيت اسمها مسحراتي مسلم مسيحي. يلا. مسحراتي مسلم مسيحي، بقول يا دنيا هتستريحي، لو تقري ايه اللي جه صحيحي، تلقي التراحم بين النفوس، رمضان بلدنا فانوس بمدنا، وعندي صاحب اسمه فانوس، جاري وشقيقي انسان حقيقي، زاح عن طريقي حن الكابوس، وديني قال لي ما هوش تخلي، انك تخلي الجميع يصلي، لا تقول دبوذي او من المجوس، خليك في دينك الله يعينك، على الفتاوى وعلى اللصوص، مش كل عمة على راس ائمه، ولا اي ذمه تدي الدروس. مسحراتي بحب مريم وحب حنا، وعم بطرس صاحبي في جنه، ربك خالقها ويبل رقها، بنيل نجاشي في الارض ماشي. مسحراتي. انا مبسوطه بيك جدا جدا يا ساجد والله، ويعني نفسي تكمل في الموضوع ده، وعايزاك بقى يعني ان شاء الله لما تكبر تكتب شعر لمصر على قد ما تقدر. نفسك تكتب شعر لمين تاني؟ برضو يعني للام. يعني للام. ممكن تقولي حته قبل ما نختم، حته صغيره جدا من قصيده الام اللي انت حافظها صغننه جدا؟ ما بتاخدش غير دقيقتين. طب قول. يلا. قلت اللي ما قالتوش امي ليا، واللي عاشت عمرها تخبيها عليا، امي مش محتاجه حاجه لا لكلامي ولا الهديه، علمتني حاجات كتير بالسنين مش بالدراسه، بالوراثه اللي علم فيها علم برضه فيا، اللي ما قالتوش امي ليا شيء تعدني ليها رب، وعرضاها هيحاسبني، وده حسابه مش شويه،
هي كانت عاملة حساب اللحظة دي، أما أنا يا للأسف كنت من الناس اللي أنا تصدقت في البتاعة اللي احنا عايشين فيها بيسموها دنيا، اللي ما قالتوش أمي ليا إنها صبرت عليا لما عشت سنين في غيرها، كبرت ساوتها بغيرها، كان لابد أعمل حسابي، شفتها في طلعة شبابي كيد وخانقة ما كانتش فارقة، أنزل أمشي أخرج أسرح ولما بتأنبنا شوح كنت أدور وشي أوف، هي ناقصة كمان تقولي كنت فين ولا صليت النهاردة، خش نام الساعة واحدة، شفت حنيتها ضعف، كنت لما عامل حسابي بكرة أصحى ليها جنبي، يعني هتروح مني فين، بكرة أصالحها وهترضى، بكرة لا طيب خاطرها وبكرة أقول لها كلمتين، وبكرة جب بكرة وبكرة، والأسى في القلب راكز، أمي مسمعتش مني طول حياتها اللي عايز، أمي في المطبخ كلامها تاه في تخبيط الأزايز، كنت سامع صوت جرازنا وأما تليفوننا يرن رد يا ابني مين اللي طالب، عمري ما اهتميت بسن، كنت علي صوت الأغاني، كنت ليه دايما أناني، كانت تعاتبني بحزن، يا ابني يا ابني محتاجة لسندة، بص شوف الشعر شايب، أيوة بيتي كان لوكاندا عشت فيه واكل وشارب، عمري ما اهتميت بحاجة، أمي تقفل أمي تفتح أمي تغسل أمي تمسح أمي تعمل كل حاجة، من الرضاعة لحد وقتي كنت بكبر سنتي سنتي، وهي إحساس الشبع، أمي يا آخر سفينة بابتسامتها الحزينة كانت بتسقيني الدلع، السنين طلبت بقيتها، السنين طلبت بقيتها يا اللي مش عارفين قيمتها، أمي حصلت الوجع، أمي قبل النوم كانت بتدعي مش عشانها كان عشاني، اللي على التسريحة ده مش دواها، دي حاجات ضايعة ولقيتها زي سبحتها وحاجتها ونضرتها وكل شيء واخد ريحتها، وفي حاجة مخوفاني ابتدى إحساس يصحى، السنين على الوش واضحة، رعشة اليد اللي شالت والكلام ممزوج بكحة زي شجرة عشان تضلل، الغصون لازم تميل، اللي يا ما قالت لي هم اتملت علشاني هم، الأساس هي ولولاها كان زماني زرع ميلة، أمها بتاخد الدواء بالغصب بمحايلة، أمها بتاخد الدواء بالغصب بمحايلة، يما ليه ظهرك كده، يما ليه ظهرك كده في الهم ليه شايلة، ردي يا بيت الدعاء، إنك الأصغر عروق اتودكت، فاكرة لما كان بيحبي بأربعة، فاكرة ضحكه وأمنياته، فاكرة دعواتك عشانه، النهاردة العمر خانه، ذكرياته وأمنياته وحلم أنا وسنين حياته تخلى عنه وفاق، فاق لأول مرة يفهم معنى أم، يعني إيه التضحية، يخضع عمري كله مني، بس آخر أمنية يا ملاك الموت تمهل، يا ملاك الموت تمهل، لسنا في عينيها عيل، سيبها بكرة، سيبها بعده، سيبها أسبوع، سيبها شهر، سيبها عمر، سيبها لسه، سيبها أرجوك سيب لي فرصة، نفسي أسمع تاني، يا ابني اللي ما قالتوش أمي ليا وهو أكتر شيء تعبني، إنها كانت عارفة إن في يوم هسيبها، أو هتيجي في يوم تسيبني. شكرا حبيبي ربنا يخليك، القصيدة مؤثرة جدا وانت قلتها بإحساس، ربنا ما يحرمش حد من أمه أبدا. شكرا يا ساجد. مشاهدينا استنونا بعد الفاصل. جديد مشاهدينا، وده معايا فقرتنا الرئيسية الثانية في هذه الحلقة.
طبعا موضوع التجميل والعلاج بالليزر ويعني حاجات كتيره جدا خاصه بموضوع البشره وموضوع التجميل الجسم بشكل عام بتهم بنات وسيدات ويمكن رجاله كمان كتير قوي الايام دي، بس الحاجه اللي كله مركز فيها موضوع الصيف، الجو حر غير مسبوق، ناس كتير جدا بتعاني من مشاكل واضرار في البشره. هنعرف كل التفاصيل دي وازاي نقدر نحافظ على بشرتنا وعلى جسمنا الفتره اللي جايه مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو دكتور شادي اسماعيل، اخصائي جراحه التجميل والليزر وعضو الجمعيه الاوروبيه لتجميل الجلد. اهلا بيك يا دكتور. دكتور في البدايه كده احنا يعني اول مره يبقى عندنا حر بالشكل الفظيع ده، وناس كتير حصل لها مشاكل كبيره في البشره وفي الجلد بشكل عام، خصوصا الناس اللي في المصايف. فالاضرار اللي ممكن الحر والرطوبه تسببها ايه وازاي نقدر نعالجها؟ بصي، في الطبيعي التعرض للشمس بيبتدي يسبب اضرار بالبشره. لعشان كده يعني بننصح باستعمال واقي الشمس بصفه مستمره. بس ده مش معناه برضو ان الشمس ما ينفعش اعمل توتال بلوك ليها او ان انا ما اتعرضش ليها خالص، لان في فيتامينز معينه ما بيحصلهاش اكتيفيشن او تنشيط من غير تعرض لاشعه الشمس. تمام. بس في الجو اللي احنا فيه، لما تبقى حراره الشمس واشعه الشمس قويه بالدرجه دي، ما ينفعش اروح اخد تان مثلا. يعني في ناس بتيجي محروقه عندها حرق من الدرجه الاولى وساعات من الدرجه الثانيه. من الشمس؟ حرق من الشمس. توصل للدرجه الثانيه؟ بالظبط، لان الناس في المصيف عامله عايزه تروح تاخد لون، عايزه تقعد على الميه، في اوقات معينه اقعد فيها، ما ينفعش اقعد في الدايركت سان ريز اللي هي اشعه الشمس المباشره. تمام؟ لان دي هتبقى ضاره مش هتبقى مفيده. السان بلوك ده حاجه اساسيه، ده احنا كده اتكلمنا عليه قبل كده، ان هو لازم يبقى بصفه مستمره عشان يحافظ على البشره ويمنع ظهور التجاعيد والتصبغات. بس في الوقت ده ضروري جدا، يعني بالعكس هو دلوقتي بقى ضروره بقى ان انا استعمله. ناس تقول انا حطيته 7 الصبح واتعرضت وخلاص قاعده على الميه بقى طول النهار، ما ينفعش. ده بيتحط 7 الصبح، بيتكرر كل 4 ساعات لخمس ساعات بصفه دوريه. كل 4 ساعات نحط سامبل؟ بالظبط، يتحط طبقه ثانيه، يتشال الطبقه القديمه، تتغسل بميه، تتمسح بوايبس، ويتحط طبقه منه ثاني، لان هو تاثيره بيروح بعد 4 ساعات. تمام. اوكي. طيب علاج بقى الحروق اللي حضرتك بتقول عليها دي، اللي هي بتبقى نتيجه عن الشمس دي، بتعمل الوان كده في الجلد، ساعات بتعمل تصبغات في الجلد، وساعات بيبقى حرق من درجه عاديه يعني، وبتعالج. بنحط بتغسل وشها بميه ساقعه، وبتحط كريمات، حاجه افتر بيرن سبريز وحاجات كده، وبتبتدي الموضوع. في ناس يعني مثلا، في سؤال يا دكتور، ان في ناس ما بتبقاش عارفه ان ده حرق ولا هي كده واخده لون، لان ما بتبقاش لسه حاسه بالسخونيه بتاعتها. لا، هو في لون، اوكي. بعد اللون بيبقى في وجع، في بين بقى جامد بتحس بيه، وبعدين بتبتدي تقشر جلدها كله ملتهب، ما بتقدرش انها تلمس جلدها. فاهماني؟ فدي بتبقى ده يبتدي بقى لا ده كده حرق مثلا، وعلى حسب درجاته، درجه اولى درجه ثانيه، لازم تدخل، ولازم انها ما تسيبوش. تمام. طيب الشمس عامه بتعمل تجاعيد في البشره او بتعمل تجاعيد؟ بالظبط، الشمس عامه لما التعرض للشمس بصفه مستمره بيخلي الفاين رينكلز تبتدي تظهر، اللي هي التجاعيد السطحيه، اللي هي غير مرتبطه بالتجاعيد الحركيه، اللي هي اللي في منطقه الجبهه او منطقه ما حول العين. دي التجاعيد السطحيه دي بتبقى التجاعيد السطحيه دي بتظهر في الجلد، ما بيبقاش ليها علاج واضح مع مرور السنين طبعا، مش مع تعرض فترات قليله يعني. في ناس بتحب الشمس عامه، تحب التعرض للشمس، وتحط سان بلوك، ما بتلبسش كاب مثلا لو الشمس قويه، الناس اللي بتشتغل في مناطق التعرض للشمس. تمام. الكلام ده كله بيبتدي تظهر التجاعيد السطحيه. طب ودي علاجها ايه بقى؟ ما فيش، بنعمل بقى فراكشنال ليزرز، بنعمل تقشير طبعا، بس طبعا لازم بيبتدي في يعني ليها تحضيرات معينه وقصص. تمام. هو في حد بيبقى محتاج تقشير وحد مثلا يبقى محتاج حاجه تانية على حسب نوع البشره، حسب ولا على حسب على حسب قوه التجاعيد دي؟ على حسب الديجري بتاع، ابتدي بالتقشير الاول بحيث ان انا احضره تقشير كيميائي، وبعدين نخش على قصه الليزر، او لو حاجه ممكن نبتدي بيها بالليزر على طول، حاجه ممكن نمشي بيها كريمات توبكال من غير ما نعمل اي جلسات. أوكي. على حسب كل بشره وطبيعتها. تمام. طيب في سؤال تاني عندنا دلوقتي، موضوع ان في ناس بتبقى بتيجي بعد الصيف ده كله تبقى عندها مشكلة ان هي عايزة ترجع للونها الطبيعي، فبيبدأوا يلجأوا بقى لأي حاجة، يعني كريم بيعمل لهم، في ناس مثلا بيحصل لها كريم يعني بتستعمل كريم وبعد كده بتلاقي نفسها ان هي جالها حبوب من الكريم ده. بالظبط، ان هي هقول لك حاجه، البشره الدهنيه اصلا فكرتها ايه؟ فكرتها ان هي الغدد الدهنيه بتبتدي تفرز افرازاتها كتير،
عندنا بشره دهنيه وبشره جافه، ربنا خلق لنا اللي هي البصور او المسام اللي في جلدنا عشان تخرج الافرازات الزياده. تمام. عشان كده لما بيحصل فيها خلل في الغدد الدهنيه يبتدي الناس تقول لي بشره دهنيه، بيحصل لي التهاب في وشي، في حبوب بتبتدي تطلع ملتهبه عشان بيبقى الافراز نفسه بتاع الغدد الدهنيه زياده عن اللزوم. تمام. جميل. التعرض للشمس بيسبب ده سبب من اسباب التهاب الغدد الدهنيه دي، فيبتدي يسبب الحبوب الملتهبه. حلو. مش اي كريم ينفع مع اي بشره، وبالنسبه للسان بلوك برضو مش اي سان بلوك ينفع مع البشره الدهنيه، ومفيش اي سان بلوك ينفع مع البشره الجافه، كل حاجه ليها انواع. طب هي تسال دكتور قبل ما تحط سان بلوك او قبل ما تحط كريم؟ اي دكتور هي بتتوجه له، هو بيبقى عارف الانواع، فهو بيكتب لها على حسب بشرتها. يعني البشره الجافه لنوع ان هو بكريم ان هو بيطري شويه. البشره الدهنيه ما ينفعش حاجه تعمل دهون او انها تبقى جريزي شويه او انها تدهن وشها، لان ده هيخليها تلتهب اكتر، فبيبقى حاجه امتصاص سريع. و طيب قبل ما انتقل لموضوع تاني، عايز اعرف بقى حكايه الرجوع للون مره تانيه، امتى البشره بترجع للونها مره تانيه بعد الصيف؟ بتاخد وقت، ومفروض بيحصل عمليه تقشير للجلد طبيعيه. عمليات التقشير دي بتزيل الطبقات السطحيه للجلد. بس دي بتبقى بتضايق قوي يا دكتور، موضوع التقشير ما هو ده ازاي اخد لون وازاي ما اقشرش؟ ما هو مش هيحصل، لان هو كده كده جلدنا بيقشر. جلدنا بيقشر بصفه مستمره. تمام. بس احنا ممكن تقشير خفيف ما بنشوفوش طبقات من الجلد، لكن انا لما باخد طبقه او هو بيعتبر حرق، انا باخد طبقه لون جلد ده كله بيتقشر وبيرجع لجلد الطبيعي. يعني حضرتك تنصح ان ما حدش ياخد تاني الايام دي؟ مش في يعني يا اما الصبح بدري خلاص اللي هو من الساعه 7 لغايه الساعه 9 10 وقبل ووقت غروب الشمس. لكن ان الساعه 12 وفي الفتره اللي في نص اليوم دي ما ينفعش، لان هو الشمس قويه جدا. اصل هي المشكله ان بيبقى في ناس جلدها او بشرتها ما بتاخدش لون بسهوله، تقول انا بفضل قاعده طول النهار وما باخدش لون برضه. بالظبط. ما هي كده كده هتحط سان بروتكشن، فمش هيبقى بسهوله انها هتاخد لون. تمام. بس ما هو انا دلوقتي انا مش هضر نفسي عشان اخد لون، ما هو في اولويات. في اولويات. طيب انتقل بقى لموضوع تاني، وطبعا الفيلرز والبوتوكس والحاجات اللي كل يعني يمكن دلوقتي طالعه بشكل كبير جدا في مصر وفي الوطن العربي بشكل عام، بس في نقطه بقى الثريدز او الخيوط. في شكوى معلش يا دكتور، لان عايزه حضرتك برضو تجاوب لي عليها، من موضوع الخيوط ده ناس كتير جدا بتستعمله، وبعد كده في ناس جت قالت انا اشتكيت جدا من الخيوط لاني حاسه بالهوك. تمام. يعني حاسه بالمكان اللي هو حصل فيه الخيط، وان انا بعد كده لما راح التاثير بتاعه فبقى عندي علامات في وشي. الموضوع ده حقيقي ولا لا؟ بصي انا الخيوط عباره عن ايه؟ دي خيوط ذائبه. جميل. يعني خيوط ذائبه يعني خيوط بتدوب، يعني بتاخد فترتها وترجع زي ما كنت. الفكره في الخيوط ان انا عندي انواع، ثلاث انواع تقريبا موجودين. ارجع زي ما كنت، ما رجعش بقى في علامه صح؟ لا لا مش ما فيش، يعني انا هشرح لك كل حاجه ان ديتيلز. هي القصه كلها الخيوط، انا عندي نوع اسمه كوك ثريد، وده نوع من الانواع ليه درجه شد معينه. وعندي نوع اسمه سلوات، السلوات ده فيه منه حاجتين، السوفت والليفت. تمام. وعندي الابتوس او الخيوط اللي هي الروسي الجديده. جميل. اوكي. تمام. الانواع الخيوط دي كلها ليها ابلكيشنز مختلفه على حسب درجه ترهل الجلد، على حسب انا عايز اشد ايه. تمام. اختلافهم في الاسعار يعني بسبب اختلاف قوه شد كل واحد فيهم. تمام. مش الكفاءه. الكفاءه لا، هو كلهم كويسين. بس انت قصدك انا عايز اشد قد ايه، اشد قد ايه؟ السن اللي قدامي قد ايه؟ يعني ما ينفعش بس ملهاش علاقه بالكفاءه. لا لا. تمام. يعني ما ينفعش بيشنت او مريضه يعني جايه بتشتكي من ان في جزء صغير وسنها صغير، فبعمل لها النوع اللي هو القوي قوي، لان هو مش هيلائمها، هي مش هتبقى محتاجاه، هي محتاجه حاجه بسيطه. تمام. فكل كل حاله ليها الخيط بتاعها. الابلكيشن بتاعه حاجه بسيطه جدا، شكه زي شكه الفيلز. تمام. يعني شكه نيد العاديه بتتحط وبتخش فيها تحت الجلد، ما فيش حاجه بتوجع. جميل. الاعصاب الحسيه على الجلد، فاحنا لما بنيجي نحطه الجلد الخيط نفسه بندي بنج موضعي وكريم. قصه انها حاسه بالهوك ممكن بعدها بفتره، بعدها من يعني نقول لغايه اسبوع اسبوعين يبتدي تحس، لما تيجي تضغط على وشها جامد تعمل مانيبيليشن جامد على وشها تبتدي تحس بالهوكس، تحس لكن بالخيط نفسه. تمام. بس الهوكس نفسها بعد ما دي اللي بتضايق، يعني يمكن الشكوى اللي جايه لنا من موضوع الستريدز دي هي دي. ما هي الفكره انها ما بتفضلش على طول كده، الخيوط بتدوب، بمعنى انها بتبتدي تدوب. كل ما تدوب كل ما الجلد يشد اكتر. يعني انا الكيرف بتاع البوتوكس والفيلرز انا حقنت النهارده، تمام، خدت الماكسيمم افكت، خدت احسن نتيجه. بعد 6 شهور 8 شهور 10 شهور وات ايفر الفتره ايه، الكيرف نازل لتحت. أوكي. بينتهي تماما. الخيوط لا،
خيوط. انا عملت النهارده خيوط، انا الايفكت اللي بشوفه ايميديتلي في العياده ان انا تقريبا يعني 20 لـ30%. بعد كده على اللونج ران بقى بتزيد يعني، بتزيد. مش كل خيوط طبعا، في خيوط يعني خيوط الابتوس اللي هي الروسي لا دي انا بحس بالايفكت تقريبا 80%. هي الخيوط دي بتقعد قد ايه؟ تقريبا 18 شهر، اللي في انواع بتقعد 3 سنين على حسب فترتها. على حسب فترتها دي، بس دي مناسبه لاي سن يعني؟ بالظبط، مفيش منها. طب بالنسبه للهوك ده برضو هتفضل حاسه بيه لو ضغطت؟ لا الهوكس دي كلها، ما الخيط كله بيدوب، لما بيدوب الجلد طلع كولاجين والاسن عشان يسد مكانه. تمام. فبالتالي طالما حاجه بتدوب وبتروح تماما، هو ممكن يكون اتحط في ليفل غلط. هو الفكره كلها ان الثريد لازم يتحط في ليفل معين عشان ما يتحسش بيه. تمام. هو لو داخل في ليفل الصح مفيش حاجه هتتحس بيه الا مع الضغط الجامد. تمام. بس ما بيوجعش يعني؟ بعد البروسيجر او بعد القصه اللي بنعملها الخيوط دي يعني ممكن يوم يومين بيبقى فيه شويه زرقان تورم خفيف وبيروح. يعملوا ايه بقى عشان اللي عايز يعني بعد ما تحس بالزرقان والتورم؟ لا، في دواء بتاخده الفنترن، ده دواء بينزل الورم وبينزل الكلام ده. أوكي. وبتبتدي تحط تلج عليها وخلاص. بس تتعامل عادي، مش حاجه. لا مش زرقان، مش زرقان جراحه يعني. بالعكس، حته زرقاء يعني ممكن ما تزرقش خالص، ممكن ما تزرقش. طيب دكتور، بالنسبه بقى لموضوع، انا هجي لك في موضوع البوتوكس والفيلرز، بس في سؤال بخصوص موضوع عمليه الانف، تجميل الانف. دايما ما بتبقاش عاجبه يعني، بعد فتره ما بتبقاش عاجبه اللي عملت العمليه، فانا المفروض بقى اتبع ايه بالظبط وانا بعمل عمليه في تجميل؟ مش قصه اتبع ايه، هي قصه ان لازم العيان كل واحده دلوقتي تقول لك انا عملتها ومش عجباني. طب وبعد ما هي الاكسبكتيشن هي شايفه يعني شايفه توقعاتها اعلى من اللي ممكن يتعمل في مناخرها. طبعا هي واخده صوره وعايزه تعمل زي الصوره دي. ما ينفعش، ما هو ما فيش حد يعني، ما فيش حاجه اسمها مناخير اسطمبة واحده. ما ينفعش ان انا لا انا عايز المناخير دي، ما مش هتليق على وش كل وش، كل ملامح ليها فيتشرز معينه، ليها مناخير بتاعتها. الدكتور مش بيقول لها انا اذا كانت دي مناسبه؟ يعني ما لا ما طبعا بيقول لها. الفكره مش عاجباكي. هو في عمليتين الساتسفاكشن فيهم او الارتياح النفسي والرضا النفسي بيهم صعب. طبعًا. المناخير او تجميل الانف وعمليه شد الوش، لان الكلاينت او المريضه شد الوش شد الوش الجراحي. الجراحي لان المريضه بتبقى مستغربه نفسها، سواء بقى النتيجه عجبتها او ما عجبتهاش، فهو مش بعد متعوده على شكلها كده، مش متعوده على شكلها. ده نمبر 1. نمبر 2 انها بتبقى ورمه في يعني مثلا تجميل الانف ممكن تبقى بعدها ورمه شويه، عينيها ورمه، في زرقان. هو بيبقى في زرقان في اكتر على العمليه اللي هي بتبقى عظم ولا بتبقى غضروف؟ العظم نفسه سواء يعني ممكن يحصل زرقان ممكن ما يحصلش زرقان، ده وارد. لان القصه كلها بتبقى اوعيه دمويه، بس مع تكسير العظم. تمام. عشان بيحصل يعني بالزبط. انا بشوف لو العظم بتفضل مغطيه مناخيرها شويه ويبقى في زرقان يصاحبها في منطقه العين، لان منطقه العين هي الدرينج او اللي هو المكان اللي بيوصل ليه كل يعني لو واحد خد بوكس مثلا في وشه هو عينه بتزرق. عينه بتزرق. تمام. لان هو كده، فده وارد طبعا مع التكسير مع العمليه مع الخياطه مع الكلام. بس دي عاديه يعني. الزرقان ده بياخد وقت وبيروح، ما فيش زرقان بيفضل. طيب خلينا بقى نشوف موضوع البوتوكس و السن اللي بقى بيعمل بوتوكس وفيلرز بقى اصغر من العادي. يعني زمان كان مقتصر ان عندي شويه تجاعيد فانا عايز اعمل فيلر، لا دلوقتي بقى كله. ما هو ملوش سن، البوتوكس بالذات ملوش سن. يعني ايه؟ يعني ممكن يجي لي واحده صغيره هحقنها بوتوكس لو عندها تجاعيد قويه قوي. تمام. ما هي بتبقى رايحه عايزه تحقن بناء على ايه لو هي ما عندهاش تجاعيد؟ لا هي يعني هي مثلا شايفه ان اصحابها رافعين حواجبهم هي عايزه تروح ترفع حواجبها بالبوتوكس. سمعت ان البوتوكس بيفتح العين بيشد العين. لا البوتوكس ليه استعمالات محدوده. هو بيستعمل في رفع الحواجب بس التلت الخارجي 2 مللي. يعني بترفعها يعني سنه بس كده 2 مللي. هو ده اللي بنقدر نتحكم فيه لان العضله اللي بترفع بنرفعها شويه. تمام. البوتوكس عباره عن ايه؟ عباره عن ماده بتتحقن في العضلات تعمل باريسز، تعمل ضعف مؤقت في العضلات يدوم لفتره من 4 لـ6 شهور. تمام. وبعدين بيختفي تاثيره كليا. الفكره كلها ان طيب انا ابتدي احقن وانا صغيره مش هينفع ان انا لو انا مش عايز اكمل عليه كده وشي هيبوظ وشي هيقع ولا او غلط ولازم اوصل لسن ال 50 سنه. مفيش الموضوع ده. لان الموضوع ده انا بسمعه كتير جدا. بتخاف لحسن لما يروح التاثير ترجع التجاعيد اكتر من الاول. الموضوع ده خاطئ تماما لسبب. انا دلوقتي الدراسات بتقول ان انا بحقن بصفه مستمره والريجولر بيزز بتبتدي الموضوع العضلات تخف تضعف شويه فما تظهرليش تجاعيد بنفس القوه اللي كانت هتظهر عليها في العمر المتقدم. جميل. تاني حاجه البوتوكس نفسه ماده بتريح العضلات. تمام. هستاذن حضرتك معلش معانا تليفون وداد. الو معلش. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا وداد اتفضلي. من فضلك والله لو سمحت عايزه اكلم الدكتور. الدكتور معاكي حبيبتي اتفضلي.
وداد من القاهرة. أهلا بيكي دكتور، معاكي. ماشي، أتكلم من التليفون ولا أسمع من التلفزيون؟ لا من التليفون بعد إذنك يا وداد، ووطي التلفزيون خالص. حاضر، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. ألو. أيوه يا وداد، إحنا معاكي. عايزة تسألي دكتور على إيه؟ دكتور معاكي. أنا سني 82 سنة وباخد أدوية عشان تنشيط الدورة الدموية والأذن الوسطى. تمام. دلوقتي حصل لي زي ايه، هرش في ظهري وبعدين رجلي وبعدين ايدي وزي طفحة او حاجات، خايفة اخد اي ادوية تتعارض مع الادوية اللي باخدها، وبقعد احط بودرة وكلوني اعمل ايه؟ اما هرش في ايدي ورجلي ما اعرفش طفح حراري ولا ايه، عايز اسأل الدكتور. تمام، حاضر يا وداد، الدكتور هيجاوب عليكي حالا. هي دلوقتي بتاخد ادويه لتنشيط الدوره الدمويه وعامله لها حساسيه في جسمها كله، واضح ان هرش كتير جدا. تمام. فالمفروض تعمل ايه؟ يعني ما هي الفكره كلها، الحساسيه ابتدت مع اخدان الدواء ده بسبب الدواء. طيب، يبقى لازم تروح للدكتور المعالج اللي ده اللي هو تقريبا دكتور الاوعيه الدمويه اللي بيديها الادويه دي، ان هو يشوف لها، تقول له انا عندي حساسيه منه، جالي العرض يعني، جالي سايد افكت منها، فبالتالي هو بيوقفها بيغير لها نوع تاني. بس انا ما ينفعش اعالج السبب، اعالج العرض نفسه وما اعالجش السبب بتاعي. يعني انا وهي عارفه ان الدواء ده اللي عامل لها حساسيه، طب انا هعالج الحساسيه. طيب ما انا ما استفدتش حاجه، اول ما توقف علاج الحساسيه هترجع تاني. طيب يعني ما تاخديش علاج مدام وداد للحساسيه غير لما تروحي للدكتور بتاعك يغير لك الدواء، لان واضح ان جسمك حساس من ماده معينه في الدواء اللي انت بتاخديه. طيب دكتور، سريعا كده نكمل موضوع البوتكس علشان وقتنا للاسف بيخلص، بس عايزين نكمل الموضوع ده، وعايزين نعرف بقى الفيلرز والبوتكس بيقعدوا قد ايه وقت. البوتكس زي ما قلنا من 4 لـ6 شهور تاثيره بيبتدي يخف تدريجيا. يعني البوتكس بياخد 3 من يومين لـ3 ايام عشان يبتدي يشتغل، ياخد الماكسيم افكت تقريبا من 10 ايام لـ15 يوم. تمام، يعني يوصل لاحسن نتيجه، يبقى احسن حاجه بالظبط. يبتدي تدريجه ويخف تدريجيا، ما بصحاش من النوم بعد 4 شهور الاقي تجاعيد ظهرت تاني، لا هو تدريجيا. يعني في الاول بيبقى فيه ان انا ما بعرفش احرك قوي، بس بترجع زي ما كانت بالظبط، مش اكتر ولا اقل. بس البوتوكس نفسه بيعمل ماسك الافكت. يعني ايه؟ يعني انا عندي بوقف التعبير الحركيه، يعني البوتوكس بيتحقن مع التعبير الاندهاش، مع التكشير، مع الضحك او التعرض للشمس. انا بوقف التعبير دي، جميل، فتره من الوقت. الايجنج او عمليه التقدم في العمر شغاله في الانسجه وفي الخلايا، جميل. ف مثلا واحده تقول لي انا حقنت فيلر وقعدت سوا بعد كده حسيت لا ان انا الحته نزلت بقى، لا ما هو الايجنج شغال او التقدم في العمر شغال، بس انا عملت ماسكينج للايفكت بالظبط. يعني عملت ماسكينج للايفكت في الوقت ده. أوكي. فانا مش بس هي دي الفكره، لكن ان هو حاجه فيهم تسوق، لا. الفيلرز عباره عن ايه؟ ماده اسمها رانيكا، بس مفيش اي اعراض جانبيه، مفيش اي حاجه. ممكن يحصل، يعني هو اللي ممكن يحصل من البوتوكس ان الشكه ممكن تزرق. لا مش تزرق، انا قصدي اي حاجه تانية بس خاصه بالجلد او كده. لا لا خالص، مفيش اي يعني ريبورتد كيسز قليله قوي، يعني يعني حاجات في حاجه ممكن اعملها اتاكد ان ده بيأذي البشره ولا لا؟ اذا كان في سنسيتيفيتي تيست، بس هو محدش بيعمله، ان البوتوكس مينلي يعني ملوش سيف. اي اعراض، مفيش حاجه ملهاش سايد افكتس طبعا. بس يعني هو سيف، ريبورتد كيسز ان حصل منه حساسيه او حاجه، حاجات يعني لا تصدق بسيطه، مش مفيش حاجه خطر اقصد. لا لا خلص. تمام. طيب دكتور، اخيرا تنصح بايه بقى في الايام دي لحد ما اعدي بخير وسلام فتره الصيف ونبتدي نتكلم في مشاكل الشتاء؟ عدم التعرض للشمس المباشره. معلش، يعني نحاول نحط صن بلوك، هناخد لون بس يعني برضو واحده واحده. اوقات معينه اتعرض فيها للشمس، احاول البس هات كاب او حاجه وانا متعرضه، يعني وهي ماشيه على على الشط وهي ماشيه في المصيف الكلام ده بالظبط. تمام. اكل، شرب، اي حاجه؟ مش اللانسز، ما ينفعش اخد تان واحنا لابسين لانسز عشان اللانسز ساعات بتسيح في العين. دي مهمه قوي، بيحصل التهاب في الجفون طبعا. يعني التعرض المباشر لاشعه الشمس وبننام وبننسى نفسنا، وبعدين على الميه نفسه بيبقى فيه هواء، تمام، فما بنحسش ان احنا بسخونه الجلد غير بعد ما تقوم بالظبط. فدي النقطه دي فعلا مهمه. طيب احنا كان لسه عندنا اسئله كتير جدا يا دكتور، بس يعني نحاول ان احنا نقول كل حاجه بالتفصيل عشان الناس تبقى متابعه معانا، بس اوعدكم ان شاء الله دكتور شادي هيبقى معانا مره ثانيه وهيجاوب على الحاجات بقى الخاصه بالجراحه. دكتور بشكرك شكرا جزيلا. دكتور شادي اسماعيل، اخصائي جراحه التجميل والليزر وعضو الجمعيه الاوروبيه تجميل الجلد، شكرا لك مره ثانيه. مشاهدينا انتظرونا وفقرتنا الرئيسيه الاخيره في هذه الحلقه.
اهلا بكم مره ثانيه ومشاهدينا، وده معايا فقرتنا الرئيسيه الثالثه والاخيره في هذه الحلقه. وزي ما قلنا في البدايه هنتكلم عن رياضه كمال الاجسام وعلاقتها بالتغذيه. الحقيقه رياضه كمال الاجسام بقت منتشره جدا جدا في الفتره اللي فاتت، يمكن في كام سنه اللي فاتوا، واكثر بتبقى جاذبه للشباب في الصيف. بس للاسف في ناس كتير جدا بتستخدم الموضوع ده غلط، وبيحصل لها بعد كده مشاكل جسمانيه وصحيه، يعني سواء في الشكل او مشاكل صحيه. تعالوا دلوقتي بقى نعرف احنا ازاي يبقى جسمنا كويس وفي نفس الوقت ناكل كويس من ضيوفنا اللي منورينا في الاستوديو، كابتن احمد الهيثم بيرسونال ترينر. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا فندم. وبرحب كمان باستاذ حسين زهني خبير التغذيه. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. دلوقتي عايزين نبتدي بموضوع كمال الاجسام. كابتن احمد، عايزين نعرف بقى يعني ازاي الواحد يبقى جسمه كويس، يعني مش مبالغ فيه، مش لازم يدخل مسابقه يعني، وفي نفس الوقت ما يبقاش بيعمل، يعني في ناس بتشتكي دايما ان هي بتبقى تعبانه بعد اول مرتين ثلاثه تمرين. هو بس في نقطه محتاجين نوضحها، الفرق بين كمال الاجسام وبين الفيتنس موديل او الفيزيك اللي الشباب كلها دلوقتي مركزه فيه. البادي بيلدينج شيء والفيتنس شيء تاني. تمام. الشباب دلوقتي كلها متجهه لشيب الفيتنس، اللي هو بيتقال عليه السمارت شيب. تمام. اللي هو حد جسمه بسيط مقسم زي ما بيقولوا كده بالبلدي، وفي نفس مش مبالغ فيه، يعني مش مبالغ فيه. تمام. هو ده الجسم، الفرق بين الفيتنس والبادي بيلدينج، وده اللي الشباب كلها متجهه ليه. وده اكتر يعني ارتباطه اكتر بالتغذيه اكتر من البادي بيلدينج. قصه البادي بيلدينج ليها موضوع تاني. تمام. اللي هي الاحجام الكبيره اللي هي كل الناس بتشوفها، بس كل الناس بتشوفها تبقى عايزه تقلدها، فبتبقى جايه عندها. لا الموضوع اختلف، الكلام ده كان زمان. دلوقتي الناس ما بتقلدش الكلام ده خالص. حتى لو لاحظتي عندنا في مصر في بطولات للفتنس انتشرت في مصر وفي العالم كله. مش بقت في مصر بس، الموضوع اختلف تماما. البادي بيلدينج اللي هي العضلات الكبيره المبالغ فيها، البومبيات طبعا دي جميله والناس اللي بتعملها ناس بتتعب وبتشقى فيها وكل الكلام ده، بس الفكره الشباب دلوقتي متجهه لايه؟ انا ايه اللي بيلفت نظري اكتر؟ انا ايه اللي بيخلي ايه اللي في عينيا احلى؟ هي الشباب دلوقتي متجهه للموضوع ده. تمام. هو لما بيجي لك حد بقى بيقول لك انا عايز يبقى جسمي شكله كويس، وفي نفس الوقت يعني انت بتنصحه ان هو ايه بقى؟ انت بتساله مثلا عن طوله ووزنه، بيعاني؟ لا، هي قصه البيرسونال ترينر ان انا بشوف الشخص اللي قدامي ده، اول سؤال بساله له انت بتتارجت على ايه؟ انت جاي الجيم ليه؟ بالظبط. لان احنا عندنا مفهوم انا رايح الجيم ليه، ده يعني رايح الجيم وخلاص. ليه؟ عشان كل الناس بتروح الجيم. رايح الجيم ليه؟ عشان صحابي راحوا الجيم. او رايح الجيم ليه؟ عشان انا اسمي مشترك في الجيم. فاروح بقى. فانا لازم اما يجي لي انا بتعامل معاه كاني دكتور. انت جاي الجيم ليه؟ ايه المشكله اللي عندك؟ مفيش حد بيروح الجيم ما عندوش مشكله، حتى لو هو تظاهر بغير كده. يا اما هو حجمه كبير وزنه تقيل وعايز يخس. تمام. وبيحاول يحسس اللي قدامه لا انا عادي انا مبسوط بالشكل ده، وده طبعا مش حقيقي. يا اما هو نحيف جدا وعايز يزيد. يا اما حد عنده طموحات انه يلعب بطولات. فبيشوف الشباب اللي بتلعب بطولات ومش عارف، فنفسه يعمل الفيتنس موديل الشيب السمارت شيب. يا اما حد بيتارجت على البادي بيلدينج ده ونفسه يكون حجمه كبير، فيخش الجيم يقول لي يا كابتن انا عايز ابقى اكبر حاجه في الدنيا. بتقابل كده؟ طبعا. تمام. طب وكل واحد بقى بتتعامل معاه ازاي يعني؟ كل واحد ليه دور تاني، يعني ليه دور غير التاني. يعني اللي عايز يخس ده بحاول ارفع من روحه المعنويه. ازاي اساعده في التمرين؟ ايه المشاكل اللي بتقابله؟ اوكي. هو حد مهتم بلبسه قوي وشيك وكل الكلام ده، فحاول ابتدي احفزه من الجانب ده. لا لما نتمرن ونخس لازم شكلك تتكلم معاه الاول. لازم اعرف كل حاجه عن تفاصيل حياته. كل حاجه صغيره وكبيره. تمام. ده البيرسونال ترينر بجد. انما لو اي حد بيعمل غير كده ده مش بيرسونال ترينر. طيب ناخد بالنا بقى يا جماعه، لان يعني هرجع لك تاني في نقطه مهمه قوي يا كابتن، بس خليني اسال استاذ حسين. نيجي هنا بقى لنقطه التغذيه. يعني لما بيحصل حاجه زي دي اكيد حضرتك بتتعاون مع كابتن احمد في الموضوع ده. طبعا. التغذيه اللي عليها عامل كبير جدا جدا، لان هي ممكن تخلي اللي بيلعب او اللي يعني بيروح الجيم ده يا اما كويس قوي يا اما بيتعب قوي يا اما بيزهق. دي حقيقة. فاللي بيروح الرياضه بقى علاقتها عامله ازاي بالتمرين اللي هو العادي؟ هو يعني حضرتك زي ما كابتن احمد قال، هو التغذيه دي عامل كبير جدا في تغيير جسم البني ادم. يعني نفسيا وجسديا. اوكي. لان التغذيه دي هي اسلوب حياه، وهنتكلم عن مصر كمجتمع وثقافه. احنا شعب جميل رائع، تقريبا فلوسنا كلها وحياتنا رايحه على الاكل. الاكل الغلط كمان. الاكل الغلط. فعلشان نحول ثقافه الشعب ده، ده اللي انا عملته وعملت سيرفي عنه، بحث ميداني
لقيت ان معظم دكاتره التغذيه او اخصائيين التغذيه طبعا بحترمهم جدا بس كل البرامج بتاعتهم التغذيه كلها قاسيه جدا لدرجه ان بيحصل حاجه نفسيه اسمها كريفنج شراهه بعد الدايت فعلا طبعًا طبعًا فعلا بيحصل كده مرعب يعني وبيعمل حالة اكتئاب عشان اتخلص من الاكتئاب ده فابتدي اكل كتير جدا فالموضوع ببساطة زي ما كابتن احمد قال انا جاي الجيم اولا كلنا محتاجين الجيم كلنا في وقت معين اهالينا كلهم حاولوا واحنا في النشأة واحنا صغيرين حاولوا يودونا نلعب رياضة معينة علشان كانوا عايزين يربونا على نوع من انواع الرياضة لان ارزق واحنا بنهرب طبعا كله كان بيهرب معين مع ظروف الشغل تمام مع ظروف الحياة بنبقى خلاص مفيش غير جيم محتاج طبعا للسيدات او الليديز الجيم بالنسبة لهم احتياج اكتر من الرجالة لأن بس معظمهم بيبقوا عايزين يخسوا معظمهم طبعا عايزين يخسوا او العفوة النحيفة اللي عايزة تزيد او في الاخر هي شايفة نفسها عايزة تبقى موديل يعني عايزة تبقى كل حاجة فيها متناسقة فدي علشان يوصل لها عايز اسلوب حياة لايف ستايل مش بس الشوية اللي انا بروح فيهم الجيم لا طبعا انا بصحى حضرتك عفوا الساعة 7 بصحى اعمل ايه باكل ازاي بندغ الاكل كويس ولا ببلع باكل كل كام ساعة عشان في حاجة اسمها هضم الحاجات دي معظم الناس ما بتفكرش ده اي شارع زحمة بتلاقي اخره محل اكل عشان كده زحمة دي حقيقة يعني. فعلا الجانك فود والفاست فود الجيل الجديد كله حضرتك عفوا تلاقي 13 سنة وشكله غريب يعني ما تقدريش تفرقيه ما بين البنت ده هرمون زيادة في البرجر ده احنا بنجيبه وما نعرفش ده والامهات للاسف بتستسهل يا جماعه ناخد بالنا الحاجات الفاست فود دي خطر جدا جدا كمان يعني على صحه الولاد مش بس على اجسامهم كمان على صحتهم بشكل عام دي حاجه ما فيهاش اي فايده هي صحيح تمام طيب انا هرجع لك تاني يا كابتن وعايزه اعرف بقى دلوقتي انا في ناس ودي برضو شكوى عامه انا بروح الجيم شهرين ثلاثه سته سنه وكبطل ايه زهقت تمام انا ازاي استمر يعني ازاي ما زهقش نفسي يعني افضل ازاي استمر ولا ليه زهقت الاثنين ليه زهقت عشان بقى خلاص زهقت كتير ازاي بقى استمر دي ليها مقومات وليه زهقت دي ليها اسباب طيب انا بزهق ليه من الجيم هنتكلم ليه بنزهق النهارده انا بروح اي مكان عايز نتيجه تمام فلسه نرجع للموضوع اللي كنت بقول لك عليه العلاقه الشخصيه بين الكلاينت بين انا كشخص رايح الجيم ورايح المدرب. ليه وبين المدرب ايه العلاقه اللي بيني وبينه هو هيحفزني لايه هو هيمرني انا محتاجه ايه يعني النهارده مثلا واحده زي ما كابتن حسين كان بيقول واحده نحيفه عايزه تزيد هل دي همرنها زي التمارين بتاعت واحده سمينه عايزه تخس اكيد لا كل حد ليه تمرين تمام لو انا جالي لعيب كوره مبطل كوره وعايز يرجع يبقى رياضي تاني وخلاص مش هيلعب كوره جات له اصابه مثلا زي رباط الصليبي ايه اللي انا همرنه له لو لعب باسكت همرنه ايه ما هي دي يا جماعه هو الجيم مش عتيله الناس فاكره ان انا اروح الجيم يلا ها عايز شيل اوزان على طول يلا انا كده اصحى الصبح الاقي العضلات بتلعب تمزق على طول زعلك يعني بص الجيم انا فاكر وانا صغير يعني انا وانا صغير فاكر كان ليا ثلاثه اصحابي والله كابتن حسين رحنا الجيم فتره هم بطلوا وانا فضلت بتمرن وبعد كده كان حاطين في الجيم صوره البطل مستر بطل في مستر اولمبيا بالتقديم فلقيت صاحبي يقول لي عارف انا لو كنت كملت الشهرين دول كان زماني بقيت زي الراجل ده الشهرين فالناس عندها الفكر الناس بتفكر انا هروح الجيم هطلع بقيت حد تاني تمام لا الموضوع مش كده وانا هو لما بعد شويه صغيرين ما بيلاقيش نفسه الحد التاني ده بيزهق هي دي بزهق بمل ما انا مفيش نتيجه طب استمر ازاي بقى انا عندي هدف لازم اوصل له تمام انا بضحي بحاجات معينه في شهواتي ورغباتي عشان اوصل ده اللي بيميز واحد جوه الجيم عن التاني صحيح النهارده صحيح. انا مثلا عملت نظام اكل مشيت مع كابتن حسين على نظام اكل تمام. انا راجل بحب السكريات تمام بحب اكل حاجات فيها كالوريز كتير راح كابتن حسين قال لي ستوب مفيش كالوريز انا بضحي العضلات يا جماعه مش بتتعمل ولا الشيب بيتعمل ولا ان انا اخس او يبقى شكل جسمي حلو او ان انا ازيد يعني. مش مفيش طيب. حاجه مفيش حاجه بتيجي كده لا انا كابتن حسين عاش معايا ايام انا ببقى فعلا في ايام ببقى نفسي اكل حته شوكولاته قد كده دي حقيقة ما بهزرش والله مشكله
لا ده انت عايز تميز اللي بيضحي تقارن اللي بيضحي بس منعت خالص يعني منعتها له خالص. بصي حسب يعني احمد ما شاء الله عليه راجل عنده هدف قوي جدا يعني ده بس كابتن احمد عنده اراده في ناس تانية كده الشوكولاته ممكن تعيط زي كده ازاي نتعامل بقى هي دي الفكره ثقافه منتاليتي حد بيجنر حد انترميديت حد ادفانسد يعني حد لسه داخل عليا ليه اسلوب حياه في يوم وليله التغيير حقيقي؟ لا طبعا يعني في الاول ميك سنس طبعا الموضوع لازم يبقى تدريجي ما هو ده اللي بيخلي الواحد يستمر هو ده كده ان انت بتحس انك ضحيتي من اجل حاجه ووصلتي لمرحله معينه فبتبتدي تحط مقارنه بين حاجتين انا لو كلت وسبت الجيم وسبت نفسي وكلت الاكل ده هرجع زي الاول هرجع 4 شهور لورا ولو استمريت هتقدم لقدام ده اللي بيخلي انسان يستمر ويتميز عن التاني يعني في ناس كابتن حسين بيعمل لهم وجبه كل اسبوع في ناس بيعمل لها يومين في الاسبوع على حسب هو يقدر يستحمل ايه تمام ده بيبقى ليه هو نظره في الشخص اللي قدامه لما بيقعد يتكلم معاه والريبورت اللي انا بديهوله الراجل ده ظروفه يا كابتن حسين 1 2 3 من خلال قعدتي معاه وقعدت كابتن حسين معاه بيبتدي كابتن حسين يعمل له نظام الاكل اللي يناسبه اوكي طب كابتن حسين يعني البيسكس ايه في نظم الاكل حضرتك بتقولي ده اسلوب حياه اللي بيروح الجيم واللي ما بيروحش الجيم لازم ياكل بطريقه معينه طبعا ايه البيسكس يعني ايه الحاجات اللي انا اعتمد عليها هنتكلم في فاريشن ناكل بقى اللي هو الايه تنوع الشوفان وصدور الفراخ دي اخر حاجه نتكلم فيها ارجوك بلاش يعني الناس بتبقى علشان الناس والتونه ولا اخر حاجه نتكلم فيها بعد اسبوع بالظبط بتلاقينا كلنا خلاص ايس كريم بقى شوكولاته يعني بالظبط بص حضرتك الجسم ذكي جدا فاحنا بنتعامل مع حاجه ربنا خلقها بطبيعتها حاجه ذكيه جدا تمام فهو لازم ايه ابس اند داون لازم اقعد الجسم شويه في بلاتو وبعد كده اخرجه اللي هو بيقولوا عليه الناس الفري الشيتنج داي الفري ده مذهل عند الناس غريب طول اليوم الفري ده اللي ما بيصحاش بدري بيصحى له بدري مخصوص عشان النهارده اليوم الفري هفضل طول اليوم اكل يعني حقيقة. نفسي الناس تفهم ان اليوم الفري ده ساعتين ثلاثة مثلا بس لا هو بص حضرتك هو لو اتحسب بالكالوريز السعر الحراري في دايما احنا في حياتنا في حاجه في جود سورس وفي باد سورس ازاي انا يبقى عندي اسلوب حياه الاول هحاول ان انا حضرتك ايه احول العادات السيئه في حياتي لعادات حميدة اللي هو مثلا ناس كتير بتقوم ما تفطرش لا دي باد هابتس ده احنا اتكلمنا في موضوع الفطار ده كتير يو هاف ا بريكفاست لايك كينج الامريكان كده دايما يقول لك افطري زي الملوك يعني لازم نفطر فطار صحي جدا في الياف عاليه جدا ايا كان بقى حضرتك طبيعه شغلك مذيعه بتيجي ما انت حضرتك قاعده بتحرقي كالوريز في سعر حراري بتعدي بتتكلمي ده حرق تمام فانت يومك مليان بالحرق نظام بقى الاكل اللي هو الاساسي لازم يبقى ملتزم بساعات زي حضرتك البرنامج ليه وقت معين طول ما انا ملتزم في مواعيدي طول ما انا راجل توب بروديوس انا راجل منتج جدا فهي المعده كده وجبه الفطار مهمه جدا طبعا تمام. فطار لازم يبقى فيه سناك ما بين حسب ما انا بصحى امتى انا بصحى الساعه 7 لو قمت بدري علشان افطر تمام يومي هيبقى طويل فهجوع على الغداء قبل الغداء هكون جوعت بالظبط في سناك بقى طب بالنسبه للسناك دي الناس كلها بتاكل السناك دي في النص بقى بيقعد مع اصحابه فبياكل سندوتشات ما هو بقى حضرتك ده اللي احنا بنقوله اسلوب الحياه انا ممكن حضرتك ابقى قاعد في مكان ما فيهوش غير جانك فود هعمل ايه ادور اقول له انا ما بروح اجيب اكل من حد عفوا يعني انا كشخص في ناس كتير بتتضايق مني انا عايز مش عارف ايه عايز ايه لا سلطه خضراء بس لا احنا عايزين نوصل لكده ادور على الحاجه اللي ما فيهاش دهون على قد ما اقدر بالظبط تمام والكميه بقى يعني الكمية يعني حضرتك دايما بالجرام لازم نعيش بس دي مرحله متقدمه شويه يعني احنا في الاول ما تقدرش تقولي اول ما بتسمع كده تقول انا همشي بالميزان بقى واشوف الجرام والبتاع والحاجات دي هو لازم يعني لازم يبقى الموضوع محدود شويه ان انا في الاخر هبقى في اليوم داخل لي مثلا وليكن 2000 سعر حراري انا عارف ان انا في 2000 كالوريز داخلين في اليوم وفي انبوت وفي اوتبوت انا مدخل وفي حاجات ايه مطلع بالظبط كده اوزعهم على مدار اليوم وكلهم جود سورس الاول حضرتك انا ليه بقول لازم مواعيد الاكل اهم طيب. من ناكل ايه علشان في هضم الهضم لازم يبقى منتظم ايه اكتر اكل اكتر ميعاد الاكل بيتهضم فيه في اليوم هو حضرتك على مدار اليوم حضرتك لو كل 3 ساعات هنتعامل مع اليوم كل 3 ساعات انا الصبح ممكن السعر الحراري بيبقى عالي قوي يعني مدمن الشوكولاته مثلا او مدمنه الشوكولاته ازاي هنخليها تقلل الشوكولاته
بنبدأ نديها أي نوع من الشوكولاتة بارز عشان هي هنقدر نتحكم فيها. فبدل ما انت بتاكلي مثلا شوكولاتة كاملة لا هناخد بار واحد الصبح. الصبح ده على طول اليوم ما تاكلش غيره بقى طول اليوم. لا هتبدأ بقى حضرتك ايه 3 ساعات ونبدأ ندخل لها ايه او ندخل له اكل مثلا فيه نشويات بسيطة مع بروتينات. تمام أوكي. حسب طبعا التارجت يعني ده الكلام ده الاكل الصحي اللي ينفع مع حد عايز يجين ويت واحد عايز يلوز ويت. ده البيزكس يعني. ده البيزكس. تمام طيب كابتن احمد بالنسبه للبنات بما اننا فتحنا بقى سيره بما في بنات كتير بتشوفنا البنوته اللي بتجيلك عايزه تخس ايه الفرق ما بين اللي عايزه تخس دي تروح قد ايه او امتى واللي عايزه تشد جسمها بس من غير ما تخس واللي رفيعه شويه وعايزه تتخن؟ تمام هي في بس مشكله دايما بتواجه البنات حتى لو حضرتك رحت الجيم اول كلمه بتقولها للترينر او انا على المستوى الشخصي كابتن انا مش عايز اعمل عضلات بيخافوا من شكل عضلات كابتن انا مش لا يعني انا مش عايز العب على اجهزه ويطلع لي عضلات في رجلي او عضلات في ايدي فالفكره ان لما المجال اتطور اتعمل فيه اساليب للتمرين من ضمن مثلا اساليب التمرين الهوائيه واللاهوائيه اللي هي بيتقال عليها الايروبكس والان ايروبكس انت عندك تمارين الايروبكس اللي هي بتتلعب بالجسم بس بالبادي ويت تمارين هوائيه تمام. بشغل فيها كل عضلات الجسم كلها بلا استثناء اي عضله من غير ما اشيل اي وزن بس بتعتمد على الريبيتيشن بيتقال عليها هاي ريبيتيشن تكرار كتير وبركز دايما على الاماكن اللي فيها دهون عاليه تمام في فرق يا جماعه بين الراجل وبين الست الالياف العضليه كلنا عندنا الياف عضليه في اجسامنا من غير ما نلعب ربنا خلقنا بيها عضلات في الدراع عضلات في عضلات الباي وعضلات الترايسبس اللي احنا بننميها بالتمرين والكوادريسبس اللي هي في عضلات الرجل كل حد فينا راجل وست عنده عضلات بس الفكره ان البنات والستات دايما بتبقى نسبه تخزين الدهون عندها عاليه فعشان اقدر اوصل ضغط الدم انه يخترق الفات دي ويحرقها ويبتدي ضغط الدم يشتغل في العضلات دي عشان تقدر هي تخس الموضوع ده بياخد مجهود جامد شوية. البنت بتروح كم يوم في الأسبوع جيم والولد يروح كم يوم؟ البنت لو هي عايزة تخس المفروض من 3 أيام لـ5 أيام 3 أيام مع الترينر يومين بتلعب فيهم كارديو لوحديها مع من 3 أيام لخمس أيام تبتدي بثلاث أيام خمس أيام؟ أي حد بيروح الجيم بيبتدي 45 دقيقة اي حد بقى انا بتكلم على عدد الايام عدد الايام بتروح 3 ايام اللي عايزه تخس تمام واللي عايزه بقى يعني بس تتون جسمها اللي عايزه بس جسمها يزيد شويه بنلعبها برضو تمارين هوائيه في الاول ما بلعبهاش باجهزه ولا بلعبها بتمارين فيها ويت خالص بس مش بلعبها ريبيتيشن عالي وبخلي وقتها في الجيم على قد ما اقدر قليل وبحاول اعلي الفيتنس بتاعها. طب واللي عايزه تشد ايه يعني في ناس بتقول انا مش عايزه اخس ولا اتخن بس عايزه جسمي يبقى بنلعبها بقى في الوسط يعني النهارده مثلا لو حد عايز يخس بلعبه مثلا من 5 مجموعات لـ6 مجموعات في كل حركه تمام لو حد عايز يزيد بلعبه 3 مجموعات لو حد عايز في النص بلعبه 4 مجموعات 5 مجموعات واعداد معينه الموضوع كبير مش الناس فاهمه ان القصه بالظبط بالظبط يعني هي احنا يعني بس عشان الوقت بتاعنا بيخلص احنا استفدنا من الفقره دي حاجه مهمه جدا محدش يروح جيم من غير ما يستعين بخبير تغذيه ارجوكم يعني مش اي حاجه كده وخلاص عشان ما نزهقش وعشان ما نتعبش وعشان ما نعياش عشان ناخد بالنا من الحكايه دي وموضوع الاكل الصحي او التغذيه نحاول يا جماعه نركز فيه والامهات اللي شايفانا عشان ما تعوديش ولادك وبناتك ان هم ياكلوا الاكل الغير صحي وبعدين يعني زي ما احنا شايفين بعد شر على كل ولادنا بس المستشفيات مليانه يعني بسبب الحاجات دي فنحاول كمان بس انا اسف المقطع كام حضرتك ان لازم اي حد يروح يبقى عنده ثقافه المدرب الشخصي المدرب لازم يكون ليه مدرب شخصي عشان يتعرض للاصابات لان ده هيبقى اسلوب حياتك بعد كده في الاخر اسلوب حياتك مدرب شخصي خبير تغذيه لازم بتستعين بيهم طول الوقت على مدار حياتك كلها. انا بشكركم جدا جدا على وجودكم معانا النهارده نورتونا كابتن احمد الهيثم بيرسونال ترينر شكرا ليك شكرا جزيلا نورتنا وبشكر كمان استاذ حسين زهني خبير التغذيه شكرا اهلا وسهلا مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده من برنامجكم صباح دريم يا رب تكون حلقه عجبتكم واستفدتوا منها لو عايزين اي استفسار او اي مقترحات مستنياها من حضراتكم على صفحتنا على فيسبوك نكتب صباح دريم بالعربي او بالانجلش وهرد عليكم ان شاء الله واللي ملحقش يشوفنا يعمل سبسكرايب لدريم تي في على يوتيوب ويقدر يشوفنا في اي وقت بكره ان شاء الله اشوفكم حلقه جديده وصباح دريم 9:30 صباحا بتوقيت القاهره باي باي.